عائشة لتمويل من صندوق الدعم المخصص لتمثيليات النساء. إذا نرحب بكم جميعا ونتمنى إن شاء الله في هذه الورشة قد لا نسميها ورشة تكوينية بقدر ما هي ورشة قد يعني تكون يعني مملوءة بطاقة إيجابية نرمو من خلالها أن نتعرف أكثر على أدوارنا نحن كنساء. لنا من المكانة الشيء الكثير في المجتمع، لنا أدوار طلائعية قد ربما يعني هذا الحضور حضوركنا بهذه الدورة التكوينية إلا هو تعبير حقيقي على فعلا على يعني على الإحساس بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقكن جميعا. إذا مرة أخرى نرحب بكم جميعا ونتمنى إن شاء الله أن تعم الإفادة والاستفادة في هذا العرض المبارك. نتمنى كذلك أن يقدم هذا العرض أو فعلا أن يقدم بطريقة تشاركية طريقة تفاعلية ليس طريقة إلقائية فقط من أجل أن أخذ فقط معلومات بقدر ما أن نعبر عن آرائنا وكذلك عن أفكارنا وعن تمثلاتنا حول يعني هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة، موضوع يناقش كثيرا في وسائل الإعلام، يناقش كثيرا كذلك في يعني مجموعة من المنابر الإعلامية وله يعني الأثر البالغ في الممارسات الحياتية. إذا برنامج النشاط هو برنامج متنوع وأكيد إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن تعم فيه الفائدة والاستفادة بإذنه تعالى. إذا الكلمة الافتتاحية هي الآن التي بين أيديكم أو أيديكم. التمرين عبارة عن التمرين يعني يحاول أنك فعلا هو على واحد الصيغة حالمة يعني الأدوار والمهام المرتبطة بجنسي لكي أنا كامرأة أو أنا كرجل أرغب في الإجابة لكي أجمل أنها بصفتي أنا كرجل أو كامرأة. نتكلم عن الجنسين لأن معنا نساء ومعنا كذلك رجال. هنا غادي نحاول في كلمات مختصرة جدا كذلك غادي نتكلموا على الأدوار المرتبطة بجنسي يعني أنا الأدوار اللي أنا ولكن لا أرغب في القيام بها. نحاول في كلمات بسيطة باش في الأخر غادي نحاولوا نعرفوا هذه التصورات وهذه التمثلات التي ربما الآن كتشكلوا على المهام المرتبطة سواء بالمرأة أو بالرجل وغادي نحاول مهام أرغب في القيام بها ومهام لا أرغب في القيام بها. انطلاقا من هذا نحدد يعني لونين هناك لون وردي ولون أخضر. المهام الإيجابية اللي بغى نقوم بها والمهام التي لا ارغب في القيام بها مرتبطه بالجنس كامراه او كرجل ولكن لا ارغب في القيام بها في افكار بسيطه جدا. الشغل بهذه الورشه لمده 10 دقائق. هذا اللون الوردي لا ارغب في القيام بها واللون الاخضر ارغب في القيام بها. ممارسة الهواية، التعاون والعمل المشترك في أي ميدان، تطوير النفس والمورال، العمل المشترك، أرغب في تربية الأطفال وتكوينهم وصقل مواهبهم، أرغب كذلك في فرض وجودي في المجتمع، أنا أحب مهنة الخياطة، أحب كذلك مهنة الخياطة، المسؤولية كأم داخل البيت مع الواجبات الضرورية، الكفاءة والمرضوية داخل العمل، العمل الجمعوي والرياضات المتعلقة برشاقة المرأة، الأنشطة الثقافية، كذلك تقاسم مهام، المشاركة في القرارات بخصوص بلادي، أشتغل خارج البيت، أمارس أنشطة جمعوية كزيارة دار العجزة، الأطفال المتخلى عنهم، والمساهمة ولو بالقليل. الشيء الذي أرغب فيه هو مهم التفاهم مع بعضنا البعض وكذلك العمل. هذه المسائل كلها رغبات نرغب القيام بها وربما من خلال ما تم ذكره شنو القاسم المشترك يعني نعم يعني كاينه مهام داخل البيت
ولكن ارتبط الاولاد بصح المواهب التي تبدو، ولكن في نفس الوقت كاين خارج البيت كاين الاشهر، لان يعني كلشي سجين داخل البيت، انما ان اشتغل خارج البيت او احقق ذاتي خارج البيت. ربما كان هذا هو الحاصل في العمل الجماعي وفي العمل التطوعي، كلها اشياء تقام خارج البيت، ولكن دون الاخفاء ان هناك مسؤوليات مرتبطه بالبيت. نعم، ما الطبخ، تنظيف البيت، الاهتمام بمختلف شؤون البيت، حمل الاثقال، تربيه الاولاد في شغل البيت، المهمه قد تكون صعبه المنال تمثل في تربيه الاطفال، اعمال منزليه التي نراها في مجتمعنا، لا احب ان احتكر بالعمل، الاعباء المنزليه، بعض الاعباء المرتبطه بمهنتي ازاولها، الكثير الحركه في ما. لا ارغب في تقييد حريتي والغاء وجودي، لا ارغب في شغل البيت، القيام بالوظائف المنزليه، تقريبا هذا هو القسم المشترك. كذلك لا اتحمل جميع مسؤوليات البيت، لا اتحمل مسؤوليات الاطفال، الماكل، الملبس، لا امتنع عن انا لا امنع من مزاوله اي شيء، تعليم، دور اعضاء، اعطاء الاوامر، العمل في المطبخ، عدم تطوير النفس والمراد بذلك العمل غير مشترك، حمل اثقال المهام خارج المسؤوليه المعلقه بالاطفال والبيت. الاشياء التي لا ارغب فيها هي العنف وعدم المفاهمه. في رأيكم باش ندخلوا، هل فعلا تربية البيت هو إنصاف للمرأة؟ وجود المرأة في البيت وتحملها لأعباء تربية الأولاد والاعتكاف على تربيتهم فقط، هل هو إنصاف للمرأة أم ظلم لها؟ لا، ظلم. طبعا ظلم لها. مسؤولية مشتركة. مشتركة. نعتبر الظلم. مسؤولية مشتركة. زيد شنو نعتبر؟ واش هو فعلا حقق الانصاف للمراه؟ لا بالعكس، الضغوطات يعني النوع الاجتماعي هنا تتغير مفاهيم. واش نقولوا رجل ومراه؟ ما كنقولوش ذكر وانثى. رجل ومراه في اطار مجموعه من المسؤوليات، يعني هنا كنتكلموا على الاعمال، ادوار، طرق التفكير، كنتكلموا كذلك على الخصائص ديال المجتمع، كنتكلموا كذلك على العلاقات داخل الأسرة اللي هي الأسرة الصغيرة اللي هي داخل البيت، وكذلك الأسرة الكبيرة اللي هي المجتمع. هنا كنتكلموا على الأدوار والخصائص كل واحد. المرأة ليس دورها فقط أن ترضع وتوجب، وإنما إذا تكلمنا عليها من ناحية النوع الاجتماعي فلها أدوار كثيرة جدا، ولها مجموعة من المسؤوليات تتقاسمها مع الرجل. كذلك الرجل له مجموعة من المسؤوليات تتقاسم المرأة، فمسؤولية مثلا الأشغال داخل البيت، وهذا النقاش الذي نناقش داخل المجتمع، مثلا غسيل المواعن، طيارة كذا، هذا ليست إلزاميا على المرأة، وإنما فقط هو عمل تقوم به المرأة، ولكن يجب أن يكون بطريقة تشاركية. مثلا العمل خارج المنزل ليس مقتصر فقط على المرأة، وإنما ليس على الرجل، إنما حتى المرأة لا الحق أن تتعلم خارج المنزل، لا الحق أن تخرج خارج المنزل، لا الحق أن تشتغل وأن تثبت كفاءتها وأن تثبت ذاتها، لأن الواقع المعاش الذي نعيشه الآن أثبت أن المرأة حققت وحققت الريادة، وربما تغلبت على مهام كانت في وقت سابق حكرا على من أنا الرجل. مجموعة من المهام التي كنشوفها المرأة أصبحت تسوق القطار، أصبحت ربان الطائرة، أصبحت في الحدادة، في مجموعة من المهام التي كانت تحققت حكرا على الرجل. لا يمكن أن نتكلم نرجع للخمسينات وكذا، صعيب تقول مثلا المرأة تسوق الطائرة ولا تسوق، يعني كانت هذه المهام حكرا على الرجل، ولكن مع الوقت المرأة اقتحمت هذا المجال وفعلا أثبتت كفاءتها وذاتها في هذا المجال. هنا كنتكلم على الأدوار. إذا الأدوار اللي كنتكلموا على الأدوار ديال المرأة والرجل ما مبنيش على المحدد البيولوجي بقدر ما هو المحدد الاجتماعي، هو اللي كيبين المرأة قيمتها داخل المجتمع، ماشي كأنثى، إنما كامرأة تثبت ذاتها من خلال المهام والمسؤوليات التي تقوم بها. فعلا إذا تكلمنا عن الجانب العلمي، أن المرأة كتدخل مثلا المجال العلمي، ربما في التحصيل العلمي ديالها وفي المكتسبات العلمية ديالها، نعم؟ أكثر كثرة من الرجل حتى في الحجاب وفي المناقشة وكذا، وربما التاريخ يشهد على هذه المسألة. هنا غادي واحد الجدول مقارن بين الجنس وبين النوع الاجتماعي. اللي كنقولوا الجنس
مثلا هناك بيولوجي طبيعي رجل ومرأة، محددات بيولوجية للرجل الذكر ومحددات بيولوجية للمرأة، لكن كانت هناك شيء اسمه الثقافة، الحمولة الثقافية داخل المجتمع تجاه المرأة وتجاه الرجل. الجنس يولد به، حنا ماشي كنختار نكون ذكر ولا نكون أنثى، أنا كنتولد إما ذكر إما أنثى. ولكن بالنسبة للنوع الاجتماعي هناك تنشئ اجتماعي، هناك تعلمات تكتسب من الصغر، المرأة إذا أرادت أن تكون ناجحة من الصغر تتعلم المهام والواجبات والمسؤوليات بعيدا عن إكراهات المجتمع اللي غادي نناقشو فيما بعد، يعني هناك إكراهات وكاين تمثلات داخل المجتمع. مثلا أسبقية تعلم الذكور، إذا ربما حنا الآن في المدن كاين واحد النوع من التقدم فيما يخص حقوق المرأة، إدماج المرأة الحياة الاجتماعية، لكن إذا ذهبنا إلى البوادي ولذا ربما كبار بعض البوادي بعيدة نوعا ما عن هذا التقدم وهذا التطور الذي كيعرفو المجتمع، نجد أن المرأة لا زالت حبيسة ماذا؟ من دارها دار رجلها نقبة، ثلاثة مراحل في هذه دارها ما تدخل كتبقى رغم أن تقطع طاقات في الدارين. هنا في الممارسة التربوية حقا أنا أشتغل في المؤسسة اللي في وسط القرن، راه كيجينا التلميذات راه مواهب خارقة في الأخر كاين طاقة فجأة كاين ديال مواهب زوجة مواهب خارقة في الرياضيات في الفيزياء في كذا. أنا شخصيا عشت نماذج راه فعلا كدير محاولات كثيرة باش أنك ترجع، لكن كيقول لك أبلا بنتي لا، فالبنت صافي من دارها كتزوج كتمشي لدار راجلها كتبقى حابسة واحد كما شفنا الصورة واحد 6 شهور حياتها كاملة شنو طيب تهجر تخبز تربي تولد، هذا هو هذه المهمة ديالها. بعد ذلك شنو كيبقى؟ كتبقى تما حتى كتمشي للقبر كتلقى المدينة عمرها ما شافتها. بالنسبة للعالم القروي ما أنا حتى كنشوف أن الأنسان اللي تعمل في اتجاه القروي هي والثقافية كيبقى التفاوضية في المعرفة الثقافة في الكفاءات المهنية في إثبات الذات مجموعة من المهارات، ربما المرأة تقدر تكون صداقة أكثر إنتاجية مقارنة مع الرجل. هنا كنتكلموا على الأعضاء والوظائف، كنتكلموا على أدوار علاقات اجتماعية، هذه الخصائص اللي ثابتة لا تتغير، هنا متغيرة مع الزمن والكفاءات والمهارات هذه كلها مسألة تتغير تتطور، الإنسان يتلقى على واحد المهارة واحد الكفاءة محددة، لكن مع الوقت تتطور وتتغير التعلمات اللي كياخذها الشخص مثلا واحد الحرفة ديال الخياطة ولا الحرفة ديال شي مهنة مع المدار تتطور، تقدر ترجع أنت واحد الوقت مصممات أزياء وتقول لي أنا كتصمم دور أزياء عالمية وتقتحم واحد المجال اللي كان واحد الوقت حكرا على الرجال وبغيتي تقتحم في المتمتنة خلق واحد المجال. هنا كاين الجنس كيتكلم على الافراد، هنا كيتكلم على مجتمع على محيط على مؤسسات، هنا كيبان الفرق بين الجنس وبين النوع الاجتماعي. هنا نتكلم على الوضعيات، هنا فعلا كنقول يعني انا نحاول نوقفوا على فعلا بعض الحالات وبعض الوضعيات اللي كتبين التمييز بين الرجل والمراه داخل المجتمع. نتكلم على الحالات، هناك حالات اجتماعيه وهذه ممكن الصور كتكون كل حاله كتبقى الصوره كتحاول انها تاثر على ما يتضمنه هذا المحور. اذا التمييز في الادوار الاجتماعيه اللي جا من النساء، فالرجل في المجتمع ديالنا ينظر اليه ماذا؟ كسيد اعلى، هو كل شيء، هو الممول، هو المعلى الرئيسي، والمراه شنو كيشوفوها كربة بيت، شنو الوظيفه ديالها؟ اشغل البيت، فقط اشغل البيت، تصبر، تنظف، تربي، توجد، كما قلتي انت تربي الدجاج البيض كيديه الراجل السوق ياخذ من السوق تحلف الكاب الراجل كيدير كانت كلمه الوسط القروي لان الظاهره في الوسط القروي اكثر حده من الوسط الحضري. المراه كذلك لان في الانجاز كذا مثلا تكون كتوجد الغير في الراجل كتوجد الغير في الدار تضرب تمارا وكذا الراجل كيمشي يبيعها في السوق كياخذ فلوس ما عندهاش. كاين واحد الحالات ماشي غير هذا مسكينه عامله في البيوت ملي كتناقش معاها الفلوس توعى الادوار ديالها وتوعى انها فعلا جا واحد الوقت اللي وقت التغيير، تغيير مجموعه من الافكار، تغيير مجموعه من التمثلات، وكونوا متاكد ان المراه اللي كتجي عندكم ربما المجال اللي كتشتغل فيها اكيد يعني الرسائل اللي كتوصلي لها راح فعلا تاخذها بعين الاعتبار. حنا اشتغلنا فعلا في مجال الاندروجيا في مجال الحكوميه فعلا وصلنا رسائل تربويه، اشتغلت مع الدراسه النساء وصلت لرسائل تربويه كتمشي للدار تكون قايمة في السن،
لأنك أنت تقول فكرة حقيقية، فكرة مبنية على الواقع. إذا ما تقوله لها بالنسبة لها لكن كي لمسها من الداخل. ترى إحنا من نستخلصوش فيهم يعني بعض أفكار. نعم بعض توجيهات نقدر نوجهوا المرأة نحسن الأدوار ديالها. حكاية هنا فعلا يحقوا هذه المقاربة وتكون مقاربة حقيقية وفعلا تبنى النجاة ديالها، فيجب أن يكون صوتنا قوي. رسالة رسالة قوية، رسالة واضحة، رسالة فعلا تعبر عن المعاناة كما قال فعلا هناك معاناة حقيقية حين المرأة لا تتكلم. تفضل سلام. بالنسبة هو واخا نحن كنعطيو واحد الصورة كنحاولو نشرحو كنحاولو نعطيو واحد الدعم يعني توعية ونحقق لأن طلبات الإنترنت في مجالات مختلفة، تخلصنا مع الدكتورة في مجالات مختلفة، ولكن حكم التمثلات يعني ديالها أسرة ديالها أهدر الطاقات كثيرة. ربما الوزيرة الفرنسا رشيدة ذاتي تعرفونها يعني كيفاش كانت يعني كيفاش أعطيت لها فرصة كي مشات بعيد كنا تجربة حتى في المغرب تجارب كثيرة جدا حققنا ذات غنى. في المجال الاقتصادي كنلقاو المسؤوليات المالية في إدارة الشركات في إدارة المؤسسات دائما تبقى للرجل ودائما أدوار المرأة أحيانا تبرز أنها أدوار ثانوية ليست أدوار رئيسية. ونتكلم هنا عن نسب عامة يعني أغلب المؤسسات المالية المؤسسات البنكية في الشركات العالمية في الشركات المحلية كتلقى دائما أغلب المدراء أغلب المسؤولين هم من الرجال، وبالتالي المرأة دائما عندها المسؤوليات الجزئية أو المسؤوليات الثانوية، وهذا بحد ذاته نعتبره تقصير في حق المرأة وإخلالا في إعطاء المرأة فرصة حتى تثبت ذاتها وتنخرط بشكل إيجابي في هذه العملية. أدوار ومحددات مقاربات النوع. عندنا مجموعة أدوار، كاين الدور الإيجابي. هذا الدور الإيجابي يعني علاقة بالمرأة بالدرجة الأولى، كما كنشوفوا الصورة، المرأة لها مسؤوليات حمل الطفل، هذه مسؤولية ما نقشوش بها، وكذلك الولادة ديالو، ولكن رعاية الأطفال والتربية ديالهم والعمل المنزلي ليست من دور المرأة، وإنما هناك دور للمرأة والرجل بشكل تشاركي، يعني تدبير تشاركي، باش تكون واحد تربية إيجابية وهذاك الطفل يكون متوازن نفسيا، فكريا، عاطفيا، خاصة تكون هذا مجال للتدخل، ما يكونش مثلا غير الأم تربي وتلبس وتدير وكذا، والأب كيجي للخدمة كيجي ينعس، ما أنا بحال ما عندوش الأولاد، لا يسمع واحد ربع ساعة ولا ثلث ساعة، هذا في حد ذاته فعلا هذا إنجاز. بين قوسين أحيانا كنلاحظوا هذا ماشي احيانا كنلاحظوا ان الرجل كتلقى الناقه هي ممتلئه بالاجابه. كتلقى غير ما كتزوجش عن وليدات كتقول ان الوقت لازم تلقى ونسمع ولادك. هو بالدرجه الاولى حكر على الرجال. الرجال يحتكرون هذا المجال وكنلقاو دائما يعني المراه يعني الشغل بشكل ثانوي وليس بشكل اساسي او بشكل بارز، وانما حضورها ومشاركتها هو بشكل ثانوي. الدور الاجتماعي هناك دائما عادات وتقاليد داخل المجتمع تحكمنا داخل المجتمع، حتى وان قلنا ان فعلا هناك تغير تشكيله في التشكيله المجتمعيه، الا انه ما زالت هناك تمثلات داخل المجتمع، هناك تابوهات داخل المجتمع. يمكن نتكلموا على المجتمع المغربي يعني كمثال، يعني حنا كنعيشوا في هذا المجتمع هذا، ماشي نتكلموا غير الوسط اللي كنعيشوا فيه، ولكن هناك نعم هناك قرى، هناك مناطق منسيه لا زالت تعيش ربما بعقليات وبتمثلات وبتصورات تحتاج الى يعني ربما عمل ليس جبار وانما جهود كثيره حتى من صفه تلك المراه التي هي حابسه ذلك، حتى انك باش تتواصل معها تجد نفسك في صعوبه انك تتواصل معها وتعرف حتى الحاجيه ديالها، حتى باش تعبر بالحاجيه ديالها ما فهمهاش حتى شكون هي. نعيش على طفوله كما الزواج مبكر يجب ان تكون الاكراهات، وفعلا هذا كيخلينا فعلا يعني خص ضافر وجهود مجموعه متداخله باش نتصرفوا في هذا. نعم؟ دابا كيما حاجه زي كتبقى مقبوله مع تطور الوقت اتقنت المراه مجموعه من المهام وتنصل منها الرجل واصبحت كلها حكره على المراه، رجع للدور الايجابي المراه خصها تربي وتولد وترضع وتوجد وكذا، فهذا يتقن كالمراه ويحد من ماذا؟ من الطموحات ديالها وما كيخليش لها تحقق كل الاحلام ديالها وكل ما ترغب اليه. هنا شفت الاسباب اللي كتخلي فعلا تبان ان فعلا المراه لا زالت
لم تعطى لها الحق، مازالت لها المقاربه ديال المقاربه منها وفعلا اشراك المراه في جميع المجالات، مازال فيها عوامل كثيره تحد من ذلك وكتبان لها الفوارق كما ناقشنا سابقا. اول حاجه كاينه البيئه، كاينه الحضر ماشي بحال الكره، مازال كتلحق لنا في الكره الدور المراه والمشاركه ديالها في مجموعة الاوراش لا زالت ضعيفه مقارنه مع المدن. كذلك الشروط الاقتصاديه كما ناقشنا سابقا، المراه فعلا كتقتحم واحد المجال غياب عمل نقابي، تقبل بكل الشروط الى اخره، كيخلي لنا فعلا كاين واحد النوع من التفاوت. كذلك المستوى التربوي التعليمي، ان فعلا الذكور ربما تعطى لهم فرص اكثر للتعلم اكمال المسار الدراسي، عكس المراه ما كتعطى لها شي هذه الفرص هذه. عندنا المهن، عندنا تمثلات في المجتمع، ما كاينش مهن ما كاينش المراه تقوم بهم، ما يمكنش تكلم المراه مثلا ممكن دير مجموعه ديال المهن. هذا فقط عباره عن تصورات عن تمثلات حدت نظر فعل المراه ما يمكنش تقتحم مجالات كثيره كما قلت مثلا غير سياقه القطار، ربما حتى 2000 واقيلا عاد اول مره ساقت القطار في المغرب، اذا قبل ذلك راه ما يمكنش تكلم المراه، ممكن السوق القطار وكذلك الطائره مجالات كثيره. كذلك في الاجتماعيه، كذلك الشروط التاريخيه للبلاد التمثلات البلاد، كذلك القوانين الانظمه الجاريه لها العمل، وكذلك العادات والتقاليد، كلها شروط كتحاول كتحد من فعلا ابراز دور المراه واشراك المراه في مختلف المجالات. المسائل اللي ممكن من فعلا يعني ما تكلمنا عنها سابقا هي حد من اشراك المراه، هذه عوامل ممكن ان تساهم ربما تكون دافع تكون حافز ان فعلا المراه ممكن تعطى لها قيمتها، ممكن هذه المرأة هذه يرجع لها الأولويات ديالها في صناعة التغيير داخل المجتمع والمشاركة إلى جانب الرجل في مختلف أوراش التنمية داخل البلد. طبعا أول حاجة كنظن الأسرة السهلة هي العائلة والفهم للعائلة أن فعلا الأنثى كالذكر لها حقوق ولها واجبات ولها حق في التعلم، لها حق أن تحلم، عندها حق في أن تقتحم مجالات كثيرة، عندها حق في أن تكبر الحلم ديالها، هذه كل حقوق كما للذكر كما للأنثى. كذلك التعليم كما مثلا حتى المناهج والبرامج خص تكون فعلا تحسيسيه بالنسبه لاهميه المراه والدور ديال المراه، وتعطى للاناث كذلك فرص للتعلم. ولات كما كانت واحد الاشاره سابقا الزواج القصيرات اللي هو فعلا مهضله، لازال يعاني منه المجتمع، طفله صغيره تغتصب في طفولتها وفي احلامها وفي طموحاتها كتدخل واحد المنزل، واغلب الزواج يكون زواج له. كذلك الاعلام عنده واحد الدور اساسي جدا، كما لاحظنا دور الاعلام المؤسسات الاعلاميه والثوره الاعلاميه ساهمت بشكل كبير في ابراز دور المراه. مجموعه النساء ما كانوش عارفين حتى الدور ديالها، كما قلت لكم رجعنا غير البوادي، راه ما كتعرفش شكون هي، حتى شنو الدور ديالها في الفكر ديالها، ما كتعرفش غير على انها تسبل وتعجب وتخبز ودير الغايب ودير كذا باش تكون راه حاده وتعجب بوزتها وتمشي للدار وتكذا وتكون كذا ويشكروها وكذا الى اخره. لكن الاعلام كنتكلموا على ورش تحسيسيه، كاين حملات اعلاميه، كاين دور مجموعه من المؤسسات من الهيئات كلها كتبرز دور المراه، فاكيد المراه غادي تاخذ واحد الخطوه. كذلك المستوى الثقافي حتى هو كيلعب واحد الدور كبير، الاقتصاد والسياسه والوضع الديموغرافي القوانين والتشريعات وطبيعه السلطه، كلها عوامل ستساهم لا محاله في ابراز دور المراه، وان فعلا المراه ترجع للدور ديالها وترجع لها قيمتها. السببان الاساسيان أهمية اعتماد مقاربة منها باش يبين فعلا أن فعلا علاش بالضبط خصنا نشرطو على المرأة وتكون شارك أساسي إلى الرجل في تحمل مجموعة من المسؤوليات. أول حاجة أن التنمية مايمكنش تحقق من جهة واحدة، ضروري خص يكون الرجل والمرأة يتشاركان أساسا في تحقيق التنمية. كذلك أن التنمية ضروري أن كما قلنا نشارك فيها والاستفادة من أوراش التنمية ما تكونش فقط لواحد فئة محددة من الرجال، وإنما حتى النساء وحتى الأطفال. حنا غادي نشوفوا حتى في القوانين الجديدة على مستوى الجهات وكذا فعلا تؤكد على إشراك وعلى المساواة بين الرجل والمرأة في الاستفادة من مجموعة من أوراش التنمية. عندنا واحد التمرين على شكل ورشة، هذا غادي نخليو إن شاء الله بعد واحد السلاح الشيء، واحد السلاح الشيء إن شاء الله. ندير واحد التمرين فيه يعني فيه نقاش وإن شاء الله تبارك الله. Thank you.